حصل فعلا ان ناس حاولت تستغل هذا المجتمع المدني للاسف الشديد من ايام عهد الرئيس الاسبق مبارك، وكان منظمات امريكيه عارفين ان هم بيشتغلوا وسايبينهم يشتغلوا ومش مقننين اوضاعهم. فكانت كده موضوع غريب جدا، يعني ازاي يعني. نرجع تاني لموضوع سياده القانون. وبعدين برضو يعني قانون الجامعات الأهلية طبعا قانون هيحل تقريبا المشكلة دي. القانون موجود طول عمره على فكرة. هي مشكلة مش في القانون، مشكلة في تفعيل القانون والالتزام بالقانون. أكيد طبعا القانون نفسه بيبقى محتاج مراجعات. يعني أنا كنت يعني عندي وجهة نظر في موضوع الجمعيات ان يبقى في تخصص، ما يبقاش كله شغال سمك لبن تمر هندي. يعني ايه الجمعية لما يجي يأسس يجي المحامي يقول لك ايه حط كل الأنشطة، يعني ميادين العمل ايه، شغال في التعليم وشغال في الصحة وشغال في دفن الموتى وشغال في تنظيم حج وعمرة وشغال في مش عارف ايه ايتام. لا حضرتك تخصص زي ما الشركات بتتخصص وزي عشان تنجح. تخصص انت بتاع ايه بالظبط؟ انت بتاع تعليم، شغل في التعليم.